تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم وسام البحرين من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، والتي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كما منح معاليه عددا من كبار ضباط قوة دفاع البحرين نوط الخدمة الطويلة من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين في 5 فبراير، وذلك صباح اليوم في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وخلال مراسم تسليم الأوسمة والأنواط، نقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للضباط المكرمين، وهنأهم معاليه بهذا التكريم مشيدا بما يبذلونه من عمل دؤوب مثمر وبروح معنوية عالية في خدمة قوة دفاع البحرين، متمنيا معاليه لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم العسكرية لخدمة مملكتنا الغالية. كما أضاف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن رجال قوة دفاع البحرين أضحوا نموذجا مشرفا في ميادين الإنجاز بالفداء والعطاء. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. دأبت هذه القيادة على توفير المناخ الجيد لجميع منتسبيها قيادة سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى، ولله الحمد أنتم ليس فقط من الرعيل الأول، إنما جزء أيضاً من الرعيل الأول وأوائل الرعيل الثاني إن شاء الله. ستكونون إن شاء الله مثالاً لإخوانكم، وما تكريم جلالة الملك لكم بهذه الأوسمة اليوم إلا دليل على تقدير قوة الدفاع لجميع الأعمال اللي تقومون بها. اليوم إخوانكم يقاتلون في مناطق بعيدة تقريباً نسبياً عن الاتصال اليومي، وأنجزوا ولله الحمد بفضل أيضاً عملكم وتوجيهات القادة الصغار والكبار الموجودين، وقوة الدفاع إن شاء الله بتأمن كل الإمكانيات الموجودة لدعم هذه المسيرة الطويلة، ليست بالشاقة والصعبة لكنها يعني تحتاج إلى جهد أكثر منا جميعاً، بالأخص في هذه الظروف، ظروف العمليات وظروف التهديد وظروف الحروب تغيرت، تحتاج إلى تطوير في العلم وليس فقط في التدريب. أصبح الفصل بين الاثنين أمر مهم، وبتوجيهات سيدي صاحب الجلالة سيتم فصل هذا الموضوع يمكن إن شاء الله بطريقة احترافية في الأشهر القادمة، يكون التركيز على بعض العلوم العسكرية، ومثال على ذلك هناك مشروع إن شاء الله قيد الدراسة لإنشاء إن شاء الله جامعة عسكرية إن شاء الله تشمل جميع الكليات المتخصصة اللي تساعد الضابط وضابط الصف والفرد في العلوم العسكرية فقط وليس فقط في التدريب، فيصبح مسؤولية القائد يمكن التدريب ومسؤولية الجهات الأخرى في القيادة العامة الإشراف على الناحية العلمية إن شاء الله وتوفيرها ليس فقط لضباطنا لكن إن شاء الله في المستقبل حتى لأبنائنا إن شاء الله في المدارس العسكرية، لأن العلوم اليوم أصبحت بعضها غير متوفر لنا، وجربناها عند بعض الدول بدون ما حددها ما يعطونا بعض التخصصات اللي نطلبها في العلوم، وهذه يحتاج إلى توفيرها إن شاء الله خلال إن شاء الله السنين القصيرة إن شاء الله القيادة العامة بتوجيه جلالة الملك
ويعني اجتهاد الأخوان المسؤولين كلهم وانتم منهم نقدر نوفر هذه الناحية. بقية الأمور انتم تعرفون أن أمور التطوير ولله الحمد والتسليح ماشي على برامج مقررة مبرمجة تم التوقيع على أغلبها، وإن شاء الله بعد القادم أفضل للقوات البرية إن شاء الله، لأن سلاح الجو وسلاح البحرية أخذوا نصيبهم. لا بعد هو مو بنصيبهم، نصيب الأسد إن شاء الله، وباقي إن شاء الله بعد الدور على القوات البرية. فنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وتوجيه مرتباتكم إن شاء الله بالاستمرار في الأداء الجيد. وقوة الدفاع مبخرة اليوم بفضل جهودكم وجهود أخوانكم. نتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله بعد شهدائنا ما ننساهم، نقرأ عليهم الفاتحة.